تواصل تركيا تصريحاتها بشأن رغبتها بالمضي قدما بإعادة العلاقات مع دمشق، وأصل هذه الرغبة التركية والخطوات الحثيثة تدرك أنقرة حجم الإنزعاج الأمريكي من مسار تطبيع علاقاتها مع سوريا. الإدارة الأمريكية منزعجة من مسار التطبيع التركي مع النظام السوري، ومع هذا فنحن نتحرك انطلاقا من مصالحنا ورغبتنا في الانخراط بالعمل مع سوريا لضمان عودة آمنة للاجئين السوريين ولحل كافة الإشكاليات العالقة وإعادة مسار العلاقات. الانزعاج الأمريكي من مسار إعادة العلاقات التركية السورية وفق مراقبين يأتي لأنه يتعارض مع المصالح الأمريكية في المنطقة، كما أن الرعاية الروسية للحوار بين أنقرة ودمشق مصدر قلق لا تخفيه واشنطن. المصالحة بين تركيا وسوريا بالطبع لا تعجب أمريكا ولا يأتي على هواها أبدا، لأن هذا يتعارض مع مصالح أمريكا خصوصا وأن روسيا في هذا المسار. أمريكا تريد أن يكون نفوذها كبيرا في المنطقة، لذا تنزعج من أي تقارب. وفق تصريحات متتابعة لمسؤولين في تركيا، فإن اجتماعا يجمع أنقرة ودمشق سيعقد بداية الشهر القادم لاستكمال الحوار بين الطرفين.